نقص المناعة النفسية. علم جديد، زي ما كل إنسان جسده محتاج مناعة لمواجهة الأمراض وعنده جهاز مناعي قوي ضد الأمراض والفيروسات والبكتيريا والسرطانات أكتر من إنسان تاني، كذلك النفس البشرية في جهاز اسمه جهاز المناعة النفسي، وعلم جديد بيدرس في جامعات أوروبا وأمريكا. إزاي أقوي جهاز المناعة النفسي ده؟ إزاي إن جهاز المناعة النفسي ده كمان لو عندي قوي أقدر أنتصر على أمراض كتير جدا زي القولون العصبي والضغط والسكر وألام الظهر وألام المفاصل؟ إزاي لو قويت جهاز المناعة النفسي أقدر أمنع معظم الأمراض النفسية زي الاكتئاب والاضطراب وقلة النوم واضطرابات السلوكية والشيزوفرينيا وحاجات كتيرة جدا؟ إزاي أحمي نفسي نفسيا زي ما جهاز المناعة بيحمي نفسه جسديا؟ هنديكم في الحلقة دي 7-8 حاجات كده هنعمل لكم ليها ربطة حلوة بحيث تفتكروها على طول وتفضل دستور لحياتكم، وإن شاء الله الحلقة دي تنفعكم لسنين طويلة وتنفع أسركم وأولادكم. تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، بكالوريوس طب عين شمس 91، ودراسات عليا في العظام 97، وفي الأمراض النفسية والعصبية 99 من ألمانيا. نواصل معاكم الموضوع اللي احنا بديناه في المقدمة، وهو زيادة المناعة النفسية. علم جديد يسمى في أمريكا سيشيو نيورو إيمونولوجي PNI، علم جديد في مجال قديم جدا زي ما قلنا في المقدمة. زي ما الأمراض والمناعة الجسم محتاج مناعة ضد الأمراض، كذلك النفس البشرية. مثال بسيط، مثلا لو واحد عنده دور برد، لاحظت ان دور البرد ده او فيروس، او حتى شفنا في ايام الكورونا تلاقي ناس كتير جدا بتتعرض لنفس البرد. واحد بيجيله انفلونزا يوم، واحد بيجيله يومين، واحد بيجيله اسابيع مش عارف يطلع منه الدور، ماسك في زوره مش عارف ايه، واحد بيدخل في مضاعفات والتهاب رئوي والكلام ده. حتى في الكورونا تلاقي واحد ايه بوزيتيف، بي سي ار بوزيتيف، وهو طبيعي خالص، لان مناعته انتصرت على الكورونا. كذلك الامراض النفسيه، كلنا حوالينا المرض النفسي، كلنا معرضين للاكتئاب، كلنا معرضين للقلق، كلنا معرضين للأرق، كلنا معرضين لاضطرابات الشخصية وجميع الأمراض النفسية والوسواس وغيره. ولكن كام واحد بيصيبه وكام واحد بيدخل في مضاعفات؟ كمان زي ما ضعف المناعة النفسية بيعمل لنا أمراض نفسية، كذلك ضعف المناعة النفسية بيتسبب في أمراض عضوية، بمعنى اضطرابات الجهاز الهضمي كلها، القولون العصبي، اضطرابات المعدة، كل دي بتسببها أمراض نفسية بتزودها الأمراض النفسية. ألام الظهر، ألام المفاصل، ثبت علميا إن في كتير منها سببه نفسي، أو بنسميه إحنا سايكوسوماتيك، يعني نفسي جسدي، مرض سببه نفسي جسدي، يعني يتحول من مشكلة نفسية لمشكلة جسدية. حتى السكر والضغط والجلطات ومعظم أمراض القلب ليها سبب نفسي. إذا لو زودت المناعة النفسية هقدر إن شاء الله أعيش بجسد كويس، ما تجينيش كمان التهابات، ولا يجينيش كورونا، أو ما تأثرش فيا الكورونا، وكمان ما تأثرش فيا الأمراض النفسية. موضوع المناعة النفسية ده موضوع كبير جدا جدا، وأصبح علم وأصبح مادة تدرس في جامعات الطب النفسي وعلم النفس في جامعات أمريكا، يعني ما بقاش موضوع صغير ما ينفعش يعملوا في حلقة 10 دقايق. بس احنا هنديكم فكرة، وعملنا لكم 8 طرق بحرف الصاد هيساعدوكم في تقوية المناعة النفسية. قبل ما اتكلم على ال8 طرق اللي بحرف الصاد دول، هتكلم على حاجتين بيقولوهم الأساتذة بتوع المناعة النفسية في الكتب الأجنبية. بيقولوا ان في سببين، سبب داخلي وسبب خارجي، سبب internal وسبب external. في سبب داخلي ان مناعتي ممكن تنقص من جوه لو العقل بتاعي او العقل الباطن او قلبي من جوه مش قابل الضغوط والمشاكل اللي حواليا، بالذات لو في سلبية حواليا. عشان كده من ضمن النصائح المهمة اللي بنصحوا بيها، ابعد عن كل ما هو سلبي او عن كل شخص سلبي حتى القريب منك في البيت، لان ده بيقلل مناعتك النفسية، بيخليك معرض اكتر للمشاكل النفسية. والسبب الثاني الخارجي
لو حصلت صدمة أو ضغط جامد جدا، يعني جه مدير في الشغل يا ساتر مش قادر استحمله، أو فقدت شخص عزيز عليك، سواء فقدته من ناحية علاقة شخصية، طلاق مثلا أو انفصال، أو حالة وفاة، ابنك توفى، والدك توفى، أخوك، الكلام ده كله ده بيسبب نقص في المناعة النفسية. إيه بقى الحلول عشان الحلقة تبقى إيجابية وليها هدف؟ نمرة واحد الصبر. يبقى نمرة واحد بحرف الصاد الصبر. الصبر مفتاح الفرج. الصبر يفتح لك الفرج. تقبل كل ما هو سيء وحاول تدرب نفسك على كده، لأن تقبل الإنسان لكل ما هو سيء من أشخاص وأحداث دي طبيعة الحياة. اقنع نفسك وعقلك إن بكرة الشمس هتطلع، وإن الحياة مش هتقف، ومش هتقف على الموقف ده أو عند وفاة الشخص ده أو عن ضياع المهنة دي أو عن انهيار البيت ده أو عن ضياع فرصة العمل دي. والصبر ده محتاج تدريب، ومن أحسن التدريبات المقارنة بالجار. يعني إيه؟ من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. أشوف جاري عنده مصيبة، جاري عمل حادثة بالعربية، جاري منفصل عن مراته، جارتي ما عندهاش فلوس، وأنا ربنا مديني كذا وكذا وكذا وكذا. بالذات لو عنده مصيبة وتحس براحة نفسية، وفي قصة البحار اللي حكيناها قبل كده في كتاب دع القلق وابدأ الحياة. بحار كان في غواصة تحت الأرض، وخلاص اليابانيين بيضربوا عليهم نار أيام الحرب العالمية، وهو بيموت خلاص، وهو بيموت قال يا رب لو نجتني أنا حصبر على كل البلا بعد كده اللي هتدهوني، حتى لو خدت كل حاجة مني. وفعلا بعد 40 ساعة طلعت الغواصة دي، وطلع البحار ده من القليلين حي من وسط الغواصة، وعاش حياته كلها سعيد وصبور، ولم تهزه بعد كده أي مشكلة، لأنه قوى المناعة بالصبر. الصبر أكنك بتبني كده عازل يخلي أي مشكلة ما تدخلش قلبك. زي ما قلنا زمان، أنا ممكن أخلي العصفور يطير فوق راسي من حقه، لكن العصفور ما يعشعش فوق راسي. دي مهمة جدا، لو جه العصفور وعشش فوق راسي بالأفكار يبقى كده هيبتدي ينقص المناعة. نمرة اتنين صدر رحب. تقبل النقد بصدر رحب، يعني اعتبر من ينتقدك ده اكنه ربنا بعته لك عشان تصلح حاجه جواك، كان بالذات لو النقد موجه من محب او حبيب او حد قريب، حد جوه قلبك. لانك انت لو قبلت النقد ده بصدر رحب، اولا هتحسن من نفسك، ثانيا مش هتحول النقد لحاجه انه جرحك او كده، لان برضو زي ما في نقص المناعه في المناعه بتاعت الجسم، لو الواحد مناعته كويسه جرحه يلم بسرعه، كذلك لو مناعه جسمك كويسه جرحك اللي في قلبك يلم بسرعة. إذا تحاول تدرب نفسك على تقبل النقد بالصدر رحب. يبقى نمرة واحد صبر، نمرة اتنين صدر. والصدر الرحب ده يجي بأنك أنت تحاول تشوف النقط المضيئة في الإنسان اللي بينتقدك، خد نقده على أنه وسيلة لتحسين حياتك. نمرة تلاتة صديق حقيقي. في العلاج النفسي والتحليلي في الأفلام تشوفه زمان كده مع الفنان محمود المليجي، حاجة كده زي كرسي الاعتراف، بيخلي المريض ينام على شازلونج ويبتدي المريض يحكي على طفولته كلها. ده هلخصه في حرف الصاد في صديق العمر أو الصديق الحقيقي، لأن ده قدامه أنت بتبقى زي عند الدكتور النفسي، بيبقى مراية، بتبقى قدامه زي عريان من كل مشاكلك، مش مخبي حاجة عنه. اوعى تتكسف منه، اوعى تخبي حاجة منه، لأنك أنت لو خبيت مش هيفضل مكان تحلل فيه الموضوع غير جواك، ومن جوه هتقعد تغلي تغلي تغلي. بالذات مشاكلك احكيها لصديق تكون بتثق فيه، بس طبعا ليه شروط. عملنا لكم حلقه عن الصديق الحقيقي، هنحط لكم برضو اللينك بتاعها فوق ممكن تشوفوها، لكن باختصار كده لازم يكون شخص امين، شخص صادق، شخص انت واثق تماما ان هو عمره ما هيفضحك، واثق انه بيحبك فعلا، واثق انه ممكن يموت نفسه علشانك. هو ده الصديق الحقيقي، اللي هو صديق وقت الشده، لانك انت لما بتحضر له بتقول له كل مشاكلك بترتاح ويحصل مناعة. عارفين الحكاية دي زي ايه في جسم الانسان؟ زي القيء. مرة كده اب سأل ابنه، سأله سؤال غريب جدا، قال له يا بابا هو ليه الواحد بيستفرغ؟ هو ليه ربنا عمل الاستفراغ ده؟ حاجة وحشة. قال له لا، وراح جايب له صورة دب، والدب كال سم، قال يا الدبدوب حرام حيموت، لكن لما استفرغ الدبدوب السم حس براحة نفسية. نمرة اربعة صاد صهين. صهين وابعد عن كل سلبي، ابعد عن كل السلبيات، وصهين عن حد يكون بيجرك لتحت، حد هيجرك للغرق. قلنا الصديق الحقيقي هيجرك لفوق بالصدى اهو،
والصهيانة هتبعد عن الشخص اللي بيجرك لتحت. صهيانة يعني طناش، يعني حاول تبعد، يعني دي كلمة باللغة العربية، يعني يمكن باللهجة المصرية يعني ان هي الواحد يعني ايه مهتمش، يعني ايه don't care يعني. نمرة خمسة بحرف الصاد، الصدق. الصدق يعطيك نجاه من كل مشكلة. في حكيم يوناني زمان قال، مش فاكر بقى ارسطو او افلاطون، قال ان اقرب الطرق للنجاه هو الصدق. عود نفسك على الصدق والابانه، يديك راحه بينك وبين الخالق، وتبقى تنام مرتاح، لا يجيلك عرق بالليل، لا يجيلك مشاكل بالليل، ما تخبيش حاجه، ما تعملش حاجه في السر، لان ده بيضيع الصدق. وكمان الناس لما تلاقيك صادق، الناس هتحبك، وعلى المدى البعيد هتثق فيك، هتديك وظايف، هيقولوا لك سرهم، هيدوك عيونهم لو انت صادق. يبقى نمرة خمسة الصدق. نمرة ستة صحح خطأك. الحقيقة نمرة ستة دي كان أصلا عنوانها العلم والعمل، بس عشان أنا أخلي كله بحرف الصاد، صحح خطأك في العلم، بالعلم والعمل. لأن الإنسان المتعلم عنده حصانة ضد الأمراض النفسية. هتقولي ما في مرضى كتير نفسيين وهم دكاترة مهندسين، أقول لك آه، بس هو ما كانش بيحب العلم. لو بيحب العلم اللي بيدرسه ده صعب يجيله مرض نفسي. حبه وشغفه بالعلم بيديله حصانة انه بيغوص في اعماق العلم، بيطلعه من الفكر، بيطلعه من الارق، من القلق، من الوسواس، من المشاكل، بيطلعه من اي كبوة. العلم وسلاح قوي جدا، والعلم يقدر يهزم اي مشكلة نفسية. الاخيرة والاهم رقم سبعة، صاد صلاة. ضع كل شيء في امر الله وقول له يا رب اشكرك لانك انت اديتني جسدي ده، اشكرك انك اديتني بيتي ده، اشكرك انك اديتني ولادي، اشكرك انك اديتني وظيفة. الشكر والصلاة ربنا هيساعدك، وده اقوى حاجة بالذات في عالمنا العربي. احنا محتاجين ناخدها بجدية، ان احنا تكون علاقتنا بالله حقيقية، لان الصلاة جاية من الصلة، صلة بينك وبين الله، التواصل. فاذا لو موجودة دي هيبقى جهازك المناعي قوي جدا جدا، ايا كانت ديانتك السماويه اللي انت بتؤمن بيها. وهختم ببيت شعر عن الصلاه وعن الايمان اللي يقدر يقوي ايمانك فعلا. قال الشاعر: هل دعوا المقادر تجري في انتباهتها، ونم طري الفكر مرتاح البال، فما بين ترفت عين وانتباهتها، يغير الله الدنيا من حال الى حال. يبقى دول كانوا السبع نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم. في كمان حطينا لكم قائمة تشغيل هحطها لكم في آخر الفيديو لأفكارنا في علاج الأمراض النفسية. عندنا لسه كلام كتير جدا في الأمراض النفسية، عن أنواع الاكتئاب وأسباب الاكتئاب وطرق علاجه والوسواس والاضطرابات الشخصية وتحليل كل شخصية لوحدها. لا إذالة في جعبتنا الكثير. محتاجين بس مش بس إنكم تشتركوا في القناة، كمان تفعلوا الجرس، لأن تفعيل الجرس ده بيدينا فرصة إنكم أنتوا أول تعرفوا إن في حلقة هتتابعونا. اتمنى تكون حلقة عجباكم، مستني لايكاتكم، ياريت كمان تكتبوا لي تعليق تحت في الفيديو، رأيكم ايه، اقتراحاتكم ايه، ايه الموضوعات اللي انتوا عايزين تعرفوها. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.